بسم الله والحمد لله ثم الصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال وبعد معاشر المؤمنين فحياكم الله وبياكم وحفظكم الله ورعاكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم وتقبل منا جميعا صالح الأعمال إنه ولي ذلك والقادر عليه حبتي في الله أول ما نبدأ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سعد الله أوقاتكم بكل خير ووفقنا الله جميعا لما يحبه ويرضى ثم بزاء الله جل وعلا جات ليس ومبلم ينقل بدكم بك محمد صلى الله عليه وآله وسلم يكبرز نموك تعالى الله تبارك وتعالى وبني نبوكم تبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا فمرحبا في هذه السلسلة المباركة وفي هذا اللقاء المبارك وفي هذه الحلقة الرقراق الرقيقة تباني لزم حلقة يفعيكم من ومسامف وانسوا ملمواق فقمني كدوه وقمب كلمات قرآنية تفهم خطأا ebigambo byojjosisinkana fi kitabillah mu Qur'an nga bitegeerebwa mu ntegeere etali ntuufu oba enkendeevumu n'okubeera nti abamu babivuunulira ku nzivuunula etali eyo egwanidde barakallahu fiikum saabiqan omulundi ogusembyeyo naam twalabye ekigambo oba ebigambo ebyajja fi qawlihi tabaraka wataala ya ayuha allazina amanu alaikum anfusakum لا يضركم من ضل إذا اهتديتم نتلبا انتقيرا ننزفونولا ايو ايجا وكفن بالصحابة كو آي ايو ندلا كبقان بيبي انت عليكم أنفسكم كبيرا انت أبدع الله أتبان جفنا وكويبي ردم ندلا ككنو يريلا كويبي ويبرمو كقوندلا الله سبحانه وتعالى نو كبيرا انت تنو يريلا كبكولو ايبي نويفم الديني يفي ebbanga lyonna kulagira abaddu ekyo Allah kyayagala n'okuziyiza abaddu embeera ezo ezinyiiza bal ezaviirako okubeera nga Allah subhanahu wataala ahlaka al umama assaabiqa Allah azikiriza emirembe egyakulembera wa nasalu llah lafa alafiya walyawma insha allahu tabaraka wataala mu lusisinkana lwaffe olwolwaleero tugenda kweyongerayo ku aya يجي في سورة الأنعام يومنانا وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون والشاهد في هذه الآية قد تسنغو كويتاغا مؤيينو تيشيغامبو الله سبحانه وتعالى تيكومي كريزانا شو آييو تيشيغامبا تي ثم لا ينظرون بمعنى لا ينظرون شيخ بيالي أن ينولا يقام بالله سبحانه وتعالى تيالي تيجيزم آيين وقام بانتي لا ينظرون أي لا يؤخرون أو يمهلون أما كل الله سبحانه وتعالى واباتو سيزاك سيرة أكابدو كبيرا أنت بجلو ككمبولن بنو الله سبحانه وتعالى لا يؤخرون الله تباكيريا الله تكيري يا كسيراكو ملك ابناني زبوا كنسونجيو تكيري يا مدو أكسيراكو الله جل وعلا كابير يا موانديكاكو وكابيرانغا كتوسي بمعنى لا يمهلون للتوبة تبين يوكا تيانس بوابيرانغا تبالونغوسا نوابيرانغا بالونغوسا تبين يوكا تيانس كنا كونجيدا كوبا ويبوا إلي الله تبارك وتعالى babireko bebakubira oba babireko bebalongoosaamu oba amendments zebakolamu mwebyo byebatasobola kukola nga Allah akyabawadde obulamu la yumhaluuna litawuba babeera nga abeedibaga tebalinaayo ka chance kebagenda kubeera nga baweebwa naam mukubeera nti beenenyereza ow'ekitiibwa Allah subhanahu wataala walaisa min annadar ay arru'ya tekiri nti nno Allah subhanahu wataala kyeyali ategeeza nti ثم لا ينظرون انتي تبقين لكو بيرانغا بلبا ابن عباس رضي الله عنه وارضاه ني بمفسرون ابالا وبالبوغي لكو آييو نغا بنيو نيولا
അല്ലാ ചേഴിയാത്തു തെഗേസ വഖാലു ലൗല ഉൻസില അലൈഹി മലക്. അല്ലാ ngaa atusizech sera atumye malak esse mukuberante to kirizo bavunanyizi wa Allah subhanahu wa ta'ala buyaberanga ajikwasa. Ibn Abbas ya gamba radiyallahu anhu warda nti lau raaw almalak ala suratihi Allah gamba laula unzila alayhi malak wulid. Ibn Abbas ya gamba nti lau raaw almalak ala suratihi lamatu إذ لا يطيقون رؤيته باندي بدي البابا كبيرانتي الله سبحانه وتعالى يبيرانغا تسلو نغبس بلوك لبا ملك ندر متفانا نتيايو لماتوا إذ لا يطيقون رؤيته بابيرا باقيندا كفابو في وانغا تبس بلوك كبيرانتي باجي كباكو اتموني مجاهد وعكرمة باقام بانتي لقامت الساعة أما الحسن وقتادة بقم بل أهلك بعذاب استئصال لأن الله أجرى سنته بأن من طلب آية فأظهرت له فلم يؤمن أهلكه الله في الحال ثم لا ينظرون أي لا يمهلون ولا يؤخرون ولا يؤخرون لا يؤخرون معذرة لا يؤخرون. نعم نبويش توابي بيتي وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. آيينو الله قبا ثم لا ينظرون بمعنى الله تيالياتي قيزام أي لا يؤخرون أو يمهلون. أما كلو أبدو بوابي رانغا اجسيرا تتوسي الله شكو بيرانغا بجلة لا يؤخرون تبالين دي كريزيبوا تباكيري يزيبوا يدي ensonga yaddedachika yonanga bechajja la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun wallahu